مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4178 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و80 حالة وفاة. إذن مشاهدين الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا في المغرب 340,684 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5312 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد المتعافين إلى 289,808 شخصا، في حين سجلت 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات جزاء الفيروس 5,619 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 14,979 حالة مشابهة في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سيربي 3,535,246 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب. ودائما تهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. مشاهدين الكرام، مشاهدين الكرام، خصوصا الناس ديال جهة سوس ماسة، الجهة اليوم كتسجل 424 حالة وسبع حالات وفاة، الله يرحمهم ويصبر العائلات ديالهم. وجاءت على التقسيم التالي: عملة أكادير إيدو تنان 210 حالات، إنزكان أي تملول 93 حالة، تارودانت 42 حالة، إقليم تيزنيت 40 حالة، ستوكا أي تباها 35 حالة، وأربع حالات بطاطا. والتوزيع الوفيات جاء على الشكل التالي: عملة أكادير إيدو تنان حالة وفاة واحدة، إنزكان أي تملول خمس حالات وفاة، ستوكا أي تباها حالة وفاة واحدة. إذا مرحبا بالناس اللي تحقوا بنا. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا في المغرب 340,684 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5312 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 289,808 شخص، في حين سجلت 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 5,619 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 14,979 حالة كان مشتبها في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سيربي 3,535,246 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب. دن جهة سوس ماسة كتسجل 424 حالة إصابة جديدة وسبع حالات وفاة. جاءت على التوزيع الشكل التالي: أكادير إيدو تنان تسجل 210 الحالات وحالة وفاة واحدة، إنزكان أي تملول كتسجل 93 حالة إصابة جديدة وخمس حالات وفيات، إقليم تارودان كيسجل 42 حالة، تيزنيت 40 حالة، ستوكا أي تباها 35 حالة، وطاطا أربع حالات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.